سيارة غريبة، سيارة عملاقة. صبحكم الله بالخير يا رفاقة الخير والجميع. ثابت لك الواحد مشترك ومفعل الجرس هالمرة من السبعينات يا مخرج. عطنا جو السبعينات. ليتس جو. هلا والله، هلا والله يا رفاقة الخير. دقة دي جبنا لكم هالمرة سيارة من السبعينات يا رفاقة الخير، شيء ما تتخيلونه، شيء خرافي. وهذه الأيقونة دورت عليها في يوتيوب كامل ما حصلت لها فيديو، وهذه من الشغلات اللي حافظ عليها الشيخ جزاه الله خير. هذه سيارة غريبة، سيارة عملاقة، سيارة انت تقول ليش صنعوها؟ بخبرك المستري كلها؟ لا تنسوني اراك وياكم برا. قبل ما نبدا في السيارة هذه واخبركم معلومة، شو تتوقع انت في السبعينات؟ شو تبى؟ شو السيارة؟ شو الاشياء اللي تباها ان تكون عندك في سيارتك 1970؟ اكتبوا لي في الكومنت تحت. ولكن الحين خلنا اسال بعسكور. بعسكور هل تسمعني يا جب؟ اسمعك اسمعك حول. قلت لكم بيكون شيء حصري انترناشونال يا رفاقة الخير. هذه السيارة او هذا الاسم موجود من 1902، عمر الاسم هذا تقريبا 118 سنة. هذه السيارة اسمها ترافلول، اتوقع وايدين عرفوها. الا قصة فنانة وفيها شغلات حتى احلى. اللي يشوف السيارة هذه بيقول بسعيد انت هذا اكيد فوتوشوب. لا 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 اكيد فوتوشوب، لانه معقوله سياره 10 ابواب باسكور اكو نزل لكم من الباب الاخير. هذه السياره كانوا يستخدموها، كانوا يستخدمونها للسيارات الامبولانس، وكانوا في بعض الفترات يستخدمونها سكول باص حق توصيل تخيل المدارس. تخيل. وبعد اللي اهم شيء شو حق شو كانوا يستخدمونها؟ حق المطارات. حق المطارات. فهذه السياره حتى انا ما شفت لها فيديو في يوتيوب. هاي السياره صدق ما حصلت لها اي شيء. شفت واحده كذا تعرف حد ناسنها. هذه السيارة وكالة بكل شيء فيها، يعني ما حد يطول السيارة لا. والغريب في الموضوع هذه السيارة فيها تانكيين، وعندك 8 سلندر قدام، 172 حصان، عندك باب، بابين، 3 4 5، وعندك دبة. هذا الموضوع بشو يذكرنا؟ يذكرنا بسيارة اللي هي السوبربان. ذيك الأيام هذه السيارة أول ما طلعت في 1953 لين ما تم إنتاجها أو إيقاف إنتاجها في 1975، هي كانت أو طلعت شيء اسمه السيارات الواجن، اللي هي السيارات اللي تشبه السوبربان. ليش وقفت؟ السوبربان صارت أقوى، اللي هي من جي إم، وثاني شيء كان الكرايسز أو كانت مشكلة البترول ذيك الأيام فتوقفت السيارة هذه. غير عن هذا فشو تحولت من 1986 انترناشونال كومباني، تحولت للسيارات العملاقة الكبيرة اللي تصنع تراك وشاحنات. هذه يسموها الألف، من 1969 لين 1975. هذه بالضبط موديل 1970، بتشوف هني مكتوب لك 1000. خلنا رويكم إذا كنت أنت عايش في 1970 شو الشغلات اللي بتحصلها في السيارة. أول شيء حلو تي هني، أوب، هذه الجامة الجميلة اللي تدخل لك هواء على الخفيف. هذه أنت يعني الجو بارد وكذا وبتستانس تفتح هذه نفس ما نحن الصحراوي. المكيف الصحراوي هني. أوكي طبعا لا تقلي جامات اوتوماتيك ما فيها الكلام. دق هندل دق هندل هني، تضرب الليت تشغله
عندك العدادات اللي عندك مال الحراره مال الايل والعداد الامريكي اللي عارفينه هني حق السرعه. حق السرعه المكيف ما في عندك انت حار ودافي يعني ميديوم وميديوم ويل بهذه الطريقه. غير هذا عندك السياره هذه جير اوتوماتيك انت متخيل جير اوتوماتيك اربع سرعات وعندك الدبل في النص. اول ما تركب السياره انت عبالك شو هذا هو الجير تدور الكلتش ما شيء كلتش فبتعرف انه هاي السياره اصلا جير عادي عندك البي والار والان والدي وعندك 1 2 اذا تبى تحكر الجير وهذا هو الدبل ما في شيء ثاني سمبل. الحياه ابسط ما يكون هني عندك تشغل الليت عندك هذا مال الهند وهني تنزله وخلنا رويكم ورا. سيارة غريبة إذا عندك أنت تحب تطلع مع ربعك مع الناس اللي يعزون عليك هذه السيارة ماشي أحسن عنها. هذه السيارة أبدا ماشي أحسن عنها لأنها تشيل 18 شخص يا رفاقة الخير 18 شخص وأغراضهم ويطلعون لأحلى رحلة لأحلى مكان. السيارة وناسة والله يا جماعة أنا قالوا لي السبعينات وناسة بس ما كنت أتوقع كذا. عندك 8 سلندر جاهزة حق أي شيء والسيارة فور ويل ما شاء الله. هني عندك دبل ثجيل يعني خلي الموتر هذا الموتر غريب كيف حطوا فيه دبل ثجيل لا تسألني لا تسألني أبدا. هذا حجي يا حاج يا حاج يا السلام شو الأجواء هذه عجميرة خالي. أنا صراحة عيبتني أغنية ما يهزك ريح يا مركب هوانا مركب الأغنية هاي يا سلام يا سلام هذا الصح. ورا طبعا بنش سيت انا اتوقع انا ثلاثه يرموا يقعدوا فاحنا لو حسبنا 1 2 3 هني نفس الموضوع هني نفس الموضوع. انا اول ما شفت والله نفسكم عبالي فوتوشوب نفس الموضوع هني بهالطريقه وعندك دبه عملاقه هني شوف كيف الدبه والسيتات تقدر تنيمها وعندك ليت في النص. زين خلنا اراويكم هني هالي موجود هني في الدبه شوف السياره ايش طولها شوف السياره ايش طولها نفس الافلام ابعد والله هل تسمع هني يبينا ووكي توكي يوم عشان كذا احنا بدينا بوكي توكي. انا ما اعرف رفاقه الخير هذه هي السياره اللي نفس ما قلت لكم هي وكاله بهذه الطريقه يعني طالعه من المصنع بهذه الطريقه عن طريق شركه تزويد ابروفد من عندهم 10 بيبان والفور ويل ما حد مسه يعني السياره هذه بعدها فور ويل تقدر تصير تقطع فيها ولكن طبعا محتاجه جو افضل. الحين الحمد لله الموسم قام يبدأ الله اوتوماتيك الجامعة شكلها جميرة جميرة والله يا جماعة هاي يبيلها جميرة. المهم يا رفاقة الخير قل بأخذكم لفة سريعة عن التكنولوجيا اللي موجودة في السبعينات الحياة في السبعينات. أنا شخصيا أحس الناس اللي عاشوا في الثمانينات هم اللي عاشوا الحياة لأنه ما كان في وايد قوانين ذيك الأيام ولكن الحين ماشي كل شيء كنترولد. المهم أفكار وايد فنانة وهذا يدل على شيء ذيك الأيام لما أنا تيني فكرة كمصنع أسير وأسوي الفكرة. الحين لا أنتوا شايفين إحنا لفينا المصانع كلها عشان تطلع السيارة مليون أبروفل لازم هذا يوافق لازم هذا يوافق لازم بعسكور يوافق وآر إن دي هنا لا شو رأيكم نحن نسوي سيارة 10 أبواب نعرضها. أنا بعرف هذا كيف صار أقنع المدير بنسوي باب 10 لا والله تلاقيه يوم قال له بنسوي سيارة باب 4 بيبان قال شو كم يبالكم وقت 4 بيبان 10 بيبان اطلع المدير اخس عنه. فهذا هو الريزلت يا رفاقة الخير. توقعاتكم على الفيديو الجاي شو بيكون نفس ما وعدناكم ان شاء الله رب العالمين. كل يوم جمعة يا رفاقة الخير الساعة 2 بتوقيت الامارات الساعة 1 بتوقيت السعودية. اشترك فعل الجرس عشان انت تشوف الفيديوهات قبل كل حد وليش لا يمكن نختار واحد من المتابعين يطلع ويانا الطلعة الفنانة هذه نصير نستكشف السيارات مع بعض ايه بنختار اي واحد من المشتركين عشان يكون معانا في الفيديوهات الجايه. هذا انستغرام
وهذا سناب شات طلع تليفونك سوى سكان حق الكود، وعندك بعد هذا حساب تيك توك. لا يفوتك اي شيء في حسابنا في تيك توك. تامرونا بشيء؟ شفتوا المتحف كيف من داخل؟ اذا تبى تاخذ علوم المتحف كيف من داخل وشو الابديت اللي فيه، هذا الحساب اللي تتابعه، لا يفوتك اي شيء. على العموم من هني لمكان ثاني، لتحدي ثاني، لسياره اجمل واحلى. اقول لكم الجميع ثابت.